السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوات الماما. اليوم ان شاء الله نقدم لكم حلوة بدون فرن، سهلة وبسيطة، تجي المنظر ديالها جميل بزاف. هاد الحلوة هادي غنحتاج ليها، عندي هنايا الجينواز، كانت شاط ليا شوية الجينواز صفت بيه في المجمد. تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الكيك متوفر عندكم في البيت ديالكم شاط ليكم، تقدروا تستعملوه في هاد الحلوة هادي. غنحتاج كذلك نص كاس ديال الكوك اي جوز الهند، نص كاس ديال السكر الخشن، هذا بالنسبه للسيرو اللي غنجمعوا به الحلوه ديالنا. نحتاج لي نص كاس ديال السكر الخشن اي سنيده، وجوج المعالق كبار ديال الماء، زائد ناخذوا الاكستري ديال البيستاج. اول حاجه ناخذوا كاس رومه، ناخذوا السكر هذا تنوضعوه هنايا في كاس رومه، نضيفوا عليه الماء، وناخدو واحد شوية نك هدا البيستاج نضيفوها للسيرو ديالنا. غنوضعو فوق النار، هو السيرو ديالنا وضعناه فوق النار، تنخليوه كيغلي فوق النار 15 دقيقة، من بعدها تنطفيو عليه البوطا. هو السيرو ديالنا وجد كيما تلاحظو معايا، باقي سخون. غناخدو الكوك ديالنا نضيفوه لدار، خلات الكوك مع هاد الجينواز اللي كان عندي، وغنضيف عليه دابا السيرو، وهنا تنخلط مزيان. السيرو دابا باقي سخون، مع السماش يدي ندمج مزيان هكا. أو الخليط ديالنا في الاخر كيفاش تيولي من بعد ما تنخلطوه مزيان مع السيرو، كنبقاو نخلطو فيه ونعكو فيه حتى كيتعلك لينا، تيولي لينا بحال الشكل هذا. ناخذ شي مول ونفرشوا ليه ورق سوفيريزي، غنوضعوا فيه هذا الخليط هذا بهذا الشكل. ونحاول نفرد هذا الخليط هذا، هو الخليط ديالنا. من بعد ما قاديتو مزيان في المول، دابا ندخلو المجمد لمدة ساعة ونتلاقاو باش نقطعو هاد الخليط ديالنا. الخليط ديالنا من بعد ما خليناه ساعة في المجمد، دابا نقطعو على شكل قطع صغيرة، من بعد ما كنتاهي تندوبو الشكلاط ابيض ونغمر فيه هاد القطع عادو اللي عندي هنايا. الا جاتنا شي قطعه عوجه اولا شي حاجه كنقادوها بيدينا، بعد ما كنتاهي تناخدو تنعاودو نديرو كوش اخرى لهاد الحلوة هادي ديال الشكلاط ابيض. تنوضعوها بحال هكا،
انا شكون نرجع هذه القطعه اللي درت الاولى، غناخد الشوكه وننزل عليها بحال هذا الشكل هذا كما لاحظتوا معايا، تمسح الشوكه رجع لهذه حتى هي، تنديرها نفس العمليه تنزل معها. كنتسناو شويه الشكره ديالنا يبرد شي شويه من بعد تنزلو عليه بالشوكه. الحلوه ديالنا بدون فرن في الشكل ديالها النهائي. كنتمنى هاد الفكره تنال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم الفيديو عملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم الاصدقاء، والى اللقاء مع وصفه جديده.